صباح الخير، اهلا بكل مشاهدينا. يوم جديد مع حضراتكم ومصر جميله، وان شاء الله يا رب يوم جميل على كل مشاهدينا. صباح الخير يا حاتم. صباح النور يا هند، صباح النور مشاهدينا الكرام. النهارده يوم جميل ان شاء الله، وزي ما نقول النهارده يا ربنا يجعله نادي. الشمس النهارده حلوه عندي ومفيش شمس عندي في الظل، مفيش اي مشكله، بس الحقيقه حلوه، انا بحب الشمس جدا. عندنا شويه فضفضه كده سريعه عايزين نتكلم فيها قبل ما نخش في فقراتنا. نبتدي بايه؟ والله أنا قريت خبر غريب جدا دلوقتي وإحنا قاعدين بنتكلم على مجموعة من البشر هيروحوا المريخ، وهي رحلة بلا عودة، يعني هيروحوا يعيشوا على المريخ. وطبعا ده في تدريبات هتكون في القطب الجنوبي وفي صحراء أريزونا، لأن الوضع هناك مشابه تماما للأوضاع على كوكب المريخ. والفكرة إنه في 225 ألف طالب تقدموا للهجرة للمريخ بلا عودة، وتم تصفيتهم ل 100 شخصية، ومنهم واحد مصري. تمام. محمد سلام، وهيتم تصفيتهم تاني مرة تانية، وهيوصلوا ل 24 شخص. مقرر ان الرحلة دي تكون في سنة 2024. والرحلة بقى تفتكر المدى الزمني من هنا للمريخ هيستغرق قد ايه؟ يعمل له بتاع نص ساعة من 7 لـ9 شهور. يا خبر ابيض. الرحله من كوكب الارض لكوكب المريخ. وطبعا مفيش بني ادمين يقدروا ان هم يستحملوا ان هم يعيشوا في كبسوله المده دي كلها، فهيتم تخدير الناس اللي موجوده او اللي هيقوموا بالرحله، وهيصحوهم كل 20 يوم علشان يعني يتجاوبوا كده مع الحياه. ربنا يديهم الصحه ويرجعوا يناموا تاني. ربنا يديهم الصحه. لا، انا مبسوط هنا ناكل فول وناكل عيش وطعميه وننزل في الشارع نتفسح ونعيش حياتنا ونقعد في الشمس، مش اي مشكله. انا مش مشكله خالص. الفكره حاتم ان هم هيدربوهم على ان هم يعيشوا حياتهم الطبيعيه والعاديه اللي احنا عايشينها دي، ولكن تحت ظروف غير طبيعيه. هيتدربوا على حياه العوم، مش هيمشوا بقى زينا كده، هو هيعوموا في الهواء. ومش عارفه ايه التدافع، يعني في تفاصيل كده مكتوبه كتير. والخبر موجود على فكره في المصري اليوم، واعتقد يعني ان هي مغامره. طبعا اول مره الانسان يتقدمه في الفضاء كانت سنه 1996، وكانت تجربه لوكاله ناسا، طلعوا الانسان على القمر ورجعوه سالم مره تانية على كوكب الارض. لكن الناس دي هتروح مارس ومش هترجع تاني، رحله بلا عوده. طب يعني ربنا يبارك لهم، احنا خلينا ننزل على الارض تاني، هنا نرجع تاني على الارض. عايزين نتكلم على حاجه من هتقولي حاجه تانيه خاصه بالخبر ده. خبر غريب جدا، يعني انا حسيت انه لازم اتكلم عليه، ما ينفعش. ايه ده؟ تجربه ومغامره جباره، يعني ايه واحد يقرر ان هو يسيب الكوكب اللي هو عايش عليه ويروح يعيش في كوكب تاني؟ طبعا ده شفناه كتير قوي في الافلام الخيال العلمي، كنا بنستغرب، لكن كل حاجه ظهر بتحصل في الافلام. كل حاجه كانت خيال الاول. انت كنت تتخيلي انك تمشي في، ممكن تكلمي حد في تليفون في اي حته في مصر مثلا او في العالم مثلا؟ لا، ما تتخيليش. يعني مع الوقت طبعا الدنيا بتتغير، كل حاجه ممكنه. طيب انا عايز اتكلم في حاجه تانية مهمه جدا، هي الاشاعات. دلوقتي في ناس من مصلحتهم ان هم يطلعوا اشاعات في كل حاجه عشان خاطر يبقى في عدم استقرار. طيب انا لما اطلع اشاعه تقول على حاجه معينه، ان البنزين هيغلى، ان السجاير بتغلى، ان الحياه بتغلى، في غلو مثلا معين، ارجع تاني للمصدر اللي انا عايز اقوله، ان مش اي حد يطلع يعمل شير لاي بوست على الفيسبوك نعمل له شير على طول. يعني هند لو كتبت حاتم لابس برتقاني مثلا، حاتم محمد يجي كاتب شير ده حاتم لابس برتقاني، لا هو حاتم لابس ايه، ارجع للمصدر اشوف المصدر نفسه. قيس بقى على الاشاعه دي ممكن تعمل ايه والبلاء قد ايه. عشان كده مهم جدا ان اي مصدر او اي خبر لازم اتاكد من المصدر بتاعه، ارجع للمصدر انا بثق فيه. ممكن وكاله انباء الشرق الاوسط لو خبر سياسي مثلا، نرجع التلفزيون المصري، نرجع الاذاعه المصريه. لو الموضوع متعلق بسلع مثلا نرجع لوزاره التموين، لو متعلق بالبترول نرجع لوزاره البترول، بالبنزين لوزاره البترول. يعني كل وزاره بتطلع بيان وبتقول الكلام اللي هيحصل. فبلاش موضوع الاشاعات، ونركز قوي 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 يا جماعه، ربنا يعني يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله، عشان ما نوصلش لحاله بلبله ويقعد يقول لك البنزين غالي، الحياه غلت. لا، هو ما فيش حاجه غلت، ما فيش حاجه هتغلى. اللي هتغلى بمنتشفة هيطلع يقولوا يوم كذا الساعه كذا هيغلى كذا كذا. في ناس بقى مستفيده هند من الحكايه دي، بتعمل ايه؟ يقول لك السجاير هتغلى، يبتدي ايه؟ يغلي هو، يخبي السجاير ويبتدي يغليها هو من نفسه، ل 10 جنيه و15 جنيه اوفر على السجاير. انا بديكم مثال، مش السجاير انها حلوه، لا خالص، انا بديكم مثال بسيط. حط على كده بقى الفراخ، على الاكل، الشرب، اي حاجه في الدنيا. ففي تجار
يعني بيستغلوا الحاجات دي بعض التجار، فاحنا عايزين نخلي بالنا ونركز شويه وما ناخدش موضوع الاشاعه ده ان هو مسلم بيه. نرجع للمصدر، دي خلاصه اللي انا عايز اقوله، نرجع للمصدر. دي مسؤوليه كل واحد فينا ومسؤوليه الشباب ان هم يراجعوا. يعني كتير زي ما انت بتقول كل اللي بيهمهم يا حاتم ان هو يعمل نسبه لايكس كتيره قوي على البوستس اللي هو بيحطها مثلا على الفيسبوك، او ان هو يعني يبقى عنده كومنتس كتيره قوي، او يعني الغرض منها الشهره مش ان هو ينشر خبر. نشر الخبر ونقل الخبر ده امانه كبيره جدا، واعتقد انه الجميع لازم يحس بالمسؤوليه والمرحله الخطره اللي كلنا بنمر بيها. مفيش حد يقدر يقول حاجه من غير ما يكون متاكد من مصدرها زي ما حاتم بيقول، وغير كده هتعتبر اثاره بلبله للراي العام. واعتقد انه لازم يبقى فيه مقاضاه، او لازم يبقى فيه اجراءات تتخذ ضد اللي بينشروا اشاعات خاطئه لازم. او اللي بيقولوا كلام مش مظبوط والهدف منه انه يبقى فيه فتنه في الشارع، لانه غير كده عمر ما الدنيا هتستقر. صح. وغير كده احنا بقى نشتغل على نفسنا يا جماعه. يعني انا لو انا شاكك ان الخبر ده او مش متاكد من مصدره ما اعملوش شير، ممكن اقرا. الناس بتعمل شير من غير ما تقرا، ما هي دي قصه يعني دي مشكله. اقرا كويس واستوعب بقى فعلا ممكن ولا لا، وراجع نفسك كده قول هو فعلا ممكن يحصل كده، طب ما اشوف المصدر وارجع للمصدر. لو لقيت مصدر صح اعمل له شير، لو لقيت المصدر انت شاكك فيه او يعني مصدر نص نص، او مصدر انت شاكك ان هو جاي من الناحيه الثانيه خالص الشمال الوحشه دي، ما تعملوش شير. تعملوا شير ليه؟ يلا عايزين نتكلم على حاجه تانية كمان سريع سريع كده عشان نبتدي فقراتنا، عن الغردقه فازت بالمركز الاول للمركز العربي للاعلام السياحي، وفازت بهي افضل وجهه عربيه، وكان التنافس شديد جدا بينها وبين وهران، وكان في فرق 28 صوت. طبعا دي حاجه جميله جدا ان احنا شوفي في ظل الظروف اللي احنا فيها، لان الحمد لله بناخد جوائز في السياحه اللي احنا بنقول ها ابتدت تمشي، امال لما تمشي ان شاء الله. لا ان شاء الله كله خير باذن الله. وطبعا مجهودات كبيره جدا لدعم قطاع السياحه، لان هي قاطره التنميه واللي بتجر وراها صناعات كتيره جدا، واللي من خلالها بيبقى فيه عماله بتشتغل بشكل كبير قوي. حمله مصر قريبه يمكن اتكلمنا عليها اكيد في البرنامج، وبرامج تانية اتكلمت عليها، لكن مش هنبطل نقول ان فعلا مصر قريبه، وان فعلا مصر مقصد لكل الدول العربيه اللي حواليها تيجي تستمتع معانا بجمال بلدنا. وطبعا كل الشكر للقام وبالعمل الجميل اللي شفناه من خلال مصر قريبه، سواء الاوبرات او طبعا الحملات اللي هتقوم عليها بعد كده. كلنا كمصريين لازم نشتغل مع بعض، محدش يقول انا قاعده اتفرج، لانه دي بلدك ودي مسؤوليتك، وانت عايز في الاول في الاخر ان انت تعيش كويس في بلدك وتضمن كمان مستقبل مش بس ليك ولاولادك ولاحفادك وكل السلسله اللي جايه من بعدك ان شاء الله على ارض مصر. ودايما مصر ارض الامن والامان باذن تمام. الله ان شاء الله. ده مؤتمر الاقتصادي كمان كام يوم، اهو العدد التنازلي ابتدى يخش في الجد، عندنا ناس كتير جايين في المؤتمر الاقتصادي دوت، والبنك الدولي، وحاجات اسامي كبيره جدا جايه تتفرج على الاستثمارات في مصر ممكن تعمل ايه. هم مش جايين يدولنا فلوس، هم جايين يستثمروا عندنا. فرق كبير جدا ان هو جاي يشوف فرص الاستثمار عندك في مصر ايه، عندك ايه ينفعني اقدر استثمر فيه، ودي مهمه جدا. اعتقد من وجهه نظري الشخصيه، انا مش يعني مش خبير اقتصادي، لكن انا حاسس ان الموضوع ده هيبقى جامد جدا لينا، ويعني كلنا لينا دور في الموضوع ده. انت هتقولي طب انا دوري ايه، انا مش هروح شرم الشيخ. ما تروحش شرم الشيخ، بس اشتغل في بلدك، اشتغل في مكانك، يعني زود انتاجك، اعمل اي حاجه تحس ان انت فت البلد بيها. بلاش يا سيدي، بلاش يعني يشتغل على نفسه، يخلي تنميه قدراته هو تبقى كويسه، بحيث انه لو في فرصه ان انت تبقى في مكان كويس تتحط فيه. لو انت مثلا سكيلز بتاعتك شاطر على الكمبيوتر، ايه اللي يمنع ان انت تتعلم انجليزي وتتعلم فرنساوي وتتعلم غيرها من اللغات، وتحسن من قدراتك علشان يبقى عندك فرص متاحه انك تترقى في الحياه، انك يبقى ليك دور وتبقى كويس. مش لازم تخدم اللي حواليك، اخدم نفسك في الاول. تمام. عايز اقول حاجه تانية سريعه بسرعه. طبعا يعني فاطمه لسه بتقول اللي بيخدم نفسه بيلاقي نفسه بيخدم البلد في الاخر، ويعني على بال ما يوصل اللي هو بيعمله، دي حاجه كويسه جدا. عايز اتكلم على محمد صلاح، ويعني لاعب الكوره المصري الجميل اللي قلب الدنيا في فيورنتينا، وما شاء الله يعني 4 أجوان في 5 مباريات، الناس كلها فاتحه بقها. ده واحد من 90 مليون واحد من المصريين، ده واحد من كام مليون واحد مصري بيلعب كوره، ده موهبه من المواهب اللي لسه ما خدتش فرصتها انها تلعب بره. يا جماعه ناخد فرص، بس انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان المصريين قادرين ان هم يعملوا البدع، بس ياخدوا فرصتهم. والدليل الناس كلها امبارح بتتفرج على ماتش فيورنتينا بيقولوا ايه ده؟ ايه محمد صلاح ده؟ ده ظاهره. تشيلسي متضايقين بيقولوا ازاي الراجل ده، مش هنسيبه هنفضل وراه. المشجعين هيموتوا يقولوا عايزين يرجع تاني. محمد صلاح نادي المقاولين، كان من الاشبال المصريين. اتكلم بقى عن نادي المقاولين ولا امبي ولا الاهلي ولا الزمالك ولا الاتحاد ولا الاسماعيلي ولا يعني مدارس الكوره في مصر،
يعني وخير مثال او سفير يا هند للرياضه والمصر عامه، واحد زي محمد صلاح لما يلعب ويبقى نجم كبير ويتكلم عن بلده يقول لك ده هي از ايجيبشن ايجيبشن، واروح اتكلموا معاه وتصوروا معاه وبتاع، ويقعدوا يتكلموا عن الهرم والاثار ومصر عامله ايه، يعني فاهم كل الكلام ده. طبعا يبقى خير سفير لبلده، عايزين كل واحد يبقى كده بقى في شغلته، يبقى في الهوايه بتاعته، في حاجه يقدر يفيد بيها بلده، يبقى سفير ليها ويتقي ربنا جدا ويشتغل على نفسه جدا زي محمد صلاح والناس الثانيه. طبعا كل التحيه والتقدير لكل حد في مكانه بيعمل المجهود اللي عليه ويحقق انجاز، حتى ولو كان انجاز بسيط جدا، بس ليه كل التحيه والتقدير، لانه من خلال انجازاتنا كلنا مع بعض هنقدر ان احنا نتقدم. فالحمد لله ان احنا عندنا نماذج مشرفه في الرياضه وفي السياسه وفي الاعلام كل المجالات، فالحمد لله يا رب انه هم دول المصريين زي ما بنقول، هم دول فعلا المصريين. شوف محمد سعيد بيعمل لنا ايه، كان هيضربنا. بيقول يلا بقى انا قلت ايه، يلا بقى كفايه كفايه كلام، يختصر شويه في الكلام. النهارده عندنا مواضيع متنوعه، هنتكلم على التنميه في سينا. طبعا في سينا فيها حرف تقليديه جميله جدا، ولكن للاسف الشديد مفيش فرص انه الحرف دي او منتجات اللي بتطلع من الحرف اليدويه انها تكون بتتسوق بشكل كبير في كل انحاء العالم. النهارده هنتكلم ازاي نقدر يبقى في تنميه فعلا للحرف البسيطه الموجوده في سينا والصناعات اليدويه، وازاي ننشرها في كل دول العالم علشان دي تبقى تريد مارك مصريه. هيبقى معانا النهارده كلام عن المراه السينويه واهل سينا مع الاستاذه خضره ابراهيم، وهتكلمنا اكتر طبعا بالتفاصيل عن تنميه المراه في سينا. خضره ابراهيم صح. طيب الفقره الثانيه برضو ليها علاقه بسينا، هنتكلم على التنميه في سينا والاستثمار في سينا وفرص الاستثمار بشكل عام في سيناء الحبيبه، وفقرتنا اسمها بكره يبتدي النهارده، هتكون مع المهندس عادل محسن رئيس جهاز تنميه شمال سيناء، وكمان الشيخ عبد العال ابو السعود شيخ القبائل هناك، هيكلمونا ويقولوا لنا ايه فرص الاستثمار، ايه اللي ممكن نعمله. توف وشوف. تمام توف وشوف. طيب وهنتكلم في الموضوع ده ونشوف الاستثمارات ايه ممكن نعملها في سيناء عشان يبقى فيه تنميه حقيقيه ويبقى فيه نستغل بقى الارض الجميله بتاعتنا الله. دي ان شاء الله. واحنا يعني بنعمل الاثنين، امبارح كان في تصريح انه تم القضاء على 173 ارهابي على ارض سيناء بس خلال شهر فبراير، فالمجهودات كبيره جدا على ارض سيناء، وطبعا عازمين بكل جهد ان احنا نطهر. وتم القبض على عدد كبير، مش عارف 100 ورقم يعني حاجه كده، انا اللي انا فاكراه الرقم بصراحه 173 ارهابي اتقتلوا بس خلال شهر فبراير، وطبعا 173 ارهابي ده رقم كبير جدا، دي مجهودات كبيره قوي بيقوم بيها الجيش المصري على ارض سيناء. اخر فقراتنا النهارده فنجان شاي، وهيبقى مع المطرب والشاعر الملحن حمدي الجنايني، وهنتكلم اكتر على تاريخه الفني، هو ابتدى وقدم مجموعه من الاغاني واختفى لفتره ورجع مره ثانيه للساحه الفنيه من خلال اوبرتات وطنيه. هنطلع لفاصل مع كل مشاهدينا ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم على طول، ومصر جميله.